جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ نعم، تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وهذا مستغنى من النهي عن الصلاة عند القبور إلا صلاة الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر الذي دفن قبل أن يصلي عليه، إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى عليه في القبر. نعم.